أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح معرض البحرين الدولي 18 للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بمشاركة متميزة من المملكة العربية السعودية الشقيقة كضيف شرف للمعرض. ولدى وصوله سموه كان في الاستقبال معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ علي بن خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقائمين والمشاركين في المعرض. وأكد سموه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بدعم مختلف أوجه الحراك الثقافي إيمانا منها بقيمة الثقافة وأثرها في بناء الإنسان للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. ونوه سموه إلى أهمية هذه المعرض في تعميق الانفتاح الفكري الذي تتميز به البحرين وتحقيق التقارب والتبادل المعرفي والثقافي بين المبدعين والمفكرين في مختلف دول العالم. وقد أبدى سموه إعجابه بما يتميز به المعرض من مستوى متميز في التنظيم، كما زار سموه الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث كان في الاستقبال معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك بالنيابة عن معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودية. وقدم معالي الدكتور عصام لسموه عرضا حول الفعاليات والإصدارات التي يضمها الجناح السعودي بالمعرض، حيث أشاد سموه بالإنتاج الثقافي والفكري الغزير والمتميز للمملكة العربية السعودية. ودون سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بهذه المناسبة كلمة في سجل الزوار الخاص بالجناح السعودي قال فيها: يسعدنا أن نرحب بالشقيقة المملكة العربية السعودية ودور النشر فيها كضيف شرف على معرض البحرين الدولي للكتاب تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، والتي يعتبر الامتداد والتواصل الحضاري والثقافي أحد أهم مقوماتها الراسخة، وتأكيدا على ما تحتله المملكة الشقيقة من مكانة رفيعة في نفوس البحرينيين جميعا وما لها من عمق ثقافي وحضاري عريق كمهد للحضارة العربية والإسلامية، مشيدين بما تحققه المملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين من تطور وتقدم في كافة المجالات، متمنين للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرخاء والازدهار. وأكد سموه أن معرض البحرين الدولي للكتاب استطاع من ترسيخ مكانته على أجندة المعارض الثقافية والدولية والإقليمية. وفي ختام جولته توجه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالشكر إلى رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم في تنظيم المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية أن اختيار السعودية لتكون ضيف شرف المعرض يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أن هذه المشاركة تساهم في تعزيز التكامل الثقافي والفكري ما بين البلدين الشقيقين.
لأن الذاكرة هي الأمكنة، ولأن الكتاب هو حامي الذاكرة وسر بقائها. يجيء معرض البحرين الدولي للكتاب هذا العام لأول مرة محاذيا لقلعة عراد ومكرسا للعمق التاريخي والإرث الثقافي الغني الذي تتمتع به مدينة المحرق. معرض الكتاب لهذا العام للمرة الأولى في المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية، ولذلك كان اختيار المملكة العربية السعودية هي ضيف الشرف لهذا العام، لأن احتفالنا بعاصمة الثقافة الإسلامية وحضور المملكة العربية السعودية كضيف شرف في هذا المعرض المتميز الذي تنوعت دور النشر فيه. لأول مرة نستقبل مملكة البحرين أكثر من 400 دار نشر، وتستقبل ضيوفها على مدار هذه الأيام منذ اليوم وحتى 7 أبريل، حيث تعلن الجوائز. معرض الكتاب يحتفي هذا العام بالمملكة العربية السعودية كضيف شرف، حيث يقدم المعرض طيلة أيامه ندوات ثقافية وأدبية يتحدث فيها نخبة من الكتاب والمفكرين السعوديين، إضافة إلى لمحات من فنون الموسيقى والسينما السعودية والمعارض التشكيلية. المملكة العربية السعودية استعدت استعداد كبير، ولديها أيضا فعاليات عديدة ستبدأ خلال هذه الأيام، وستكون إن شاء الله هذه الفعاليات مميزة بحسب ومكانة المملكة العربية السعودية في الشأن الثقافي على وجه العموم. كما أن زوار معرض البحرين الدولي للكتاب على موعد مع نتاجات فكرية وإنسانية من مختلف دول العالم من خلال مئات دور النشر المشاركة والجهات الثقافية والفكرية، إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة. احنا دائما في معرض البحرين متواجدين، يعني واحد من اهم المعارض بالنسبه لنا. مساله النشر يعني هم تعتبر دار بحرينيه قبل انتقالها الى كندا، فاسسنا بشكل جيد هني، لنا جمهور كتاب بحرينيين كثيرين. واحد من المعارض المهمه واللي تعتبر اهم بالنسبه لي انا شخصيا، يعني كنا بنشارك في اغلب المعارض الدوليه العربيه، لكن اول مره نشارك على المعرض دوت معرض البحرين. سمعنا فيه انه هو معرض جيد، فيه زور كتير والامور ماشيه كويسه، فقلنا نجرب المعرض، وما شاء الله المعرض ترتيبه محترم. واعترافا بالعمل الثقافي في مملكه البحرين والعالم العربي، فان معرض الكتاب هذا العام سيشهد تكريم شخصيات واعمال ثقافيه رائده عبر 3 جوائز، هي جائزه البحرين للكتاب التي خصصتها هيئه البحرين للثقافه والاثار في نسختها الحاليه للاحتفاء بكتاب وباحثي المملكه العربيه السعوديه بعنوان الادب وتشكيل العالم، وجائزه محمد البنكي لشخصيه العام الثقافيه التي تكرم في موسمها احد المفكرين الباحثين الادباء او صاحب انجاز ثقافي ملحوظ، واخيرا جائزه لؤلؤ البحرين والتي تقدم لمؤسسة أو فرد يعمل في دراسات حول الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي الإنساني. وتأتي الجائزة كعربون وفاء لعمل الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة رائدة العمل الاجتماعي في مملكة البحرين. من قلب عاصمة الثقافة الإسلامية المحرق، يأتي معرض البحرين الدولي للكتاب هذا العام مكملاً لموسم ثقافي يحتفي بالإنسانيات وإنجازات الشعوب. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.